رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج مسائي، وقبل شويه قبل الفاصل وريناكم فيينا. الحين راح نتكلم في موضوع وايد حلو، قضيه الطلاق. يعني الطلاق بس راح نتكلم عنه من ناحيه اخرى، ما راح نتكلم على اسباب الطلاق. كثير من وسائل الاعلام تكلمت في هذا الموضوع وحاولت ان توجد حل لهذا الموضوع. احنا راح نرجع شويه قبل الطلاق ونحاول نسوي انعاش للحياه الزوجيه والمسير عشان تمشي يعني بشكل سليم وهادي ما بين الزوجين. يعني بعد اول سنه ثاني سنه تبدا المشاكل، وبعدها وعلى حسب الشخصين وتقبلهم لبعض وتفهمهم للحياه الزوجيه ومعنى الحياه الزوجيه. معانا الدكتور ناصر الفريح راح يكلمنا اكثر عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالخير. مساء الخير. حياك الله. مساك الله بالخير دكتور، وانا سعيده جدا بوجودك معنا اليوم بالبرنامج. وانا اسعد. دكتور، بداية حابة أعرف شنو الأسباب اللي تدخل الملل إلى قالب الحياة الزوجية؟ وأنا بعقب على كلام الصعقة الكهربائية هذه للزوج. الصعقة الكهربائية، إحنا اليوم أنا في وزارة الكهرباء سمعت الحمولة وصلت 10,000. صحيح. فالصعقة الكهربائية الحين مع عدد مشاكل الزواج معناتها حتنقطع الكهرباء. هي قاعدة تنقطع بالقطع المبرمج الحين. القطع المبرمج. فقاعد يصير مع الحياة الزوجية نفس الشيء، تخيل. فأعتقد يحتاجون يسوون محطة جديدة عشان البركة فيك الحين. البركة فيك الحين. يلا حياك الله. بالتأكيد الكثير من اطروحات العلاج لمشاكل الزواج خاصه في الوطن العربي. الاشكاليه في مشاكل الزواج في الوطن العربي تختلف عن مشاكل الزواج في العالم الغربي، وان كانت معظم النظريات المطروحه للعلاج هي في الحقيقه نظريات غربيه، لكني انا اعتقد ان هناك فروقات كبيره في البيئه وفروقات كبيره في الشخصيه. المشكله يعني جوهر المشكله، والافضل النظر الى جوهر المشكله افضل من النظر الى الحلول الجزئيه التي تطرح عادة لمشاكل الزواج. الجوهر الأساسي هو الخلاف في الشخصيات، وأنا أعتقد أن التفاوت فيما بين شخصية المرأة والرجل وبيئتهم هو أحد الأسباب الرئيسية التي تقود العلاقة بعد مدة زمنية قصيرة للاختلاف. قبل لا نذهب إلى أقصى درجة الاختلاف وهو الانفصال، نقف عند منشأ الخلاف. ليش ينشأ الخلاف فيما بين الطرفين؟ الزواج في مجتمعنا وإن غلب على الشكل التقليدي لا يأخذ بالحسبان احتياجات الطرفين، والرجل والمرأة يعني على حد سواء لما يبدأون العلاقة الزوجية أو يفكرون في الزواج ما يضعون أهداف. إحنا عندما نتكلم في الأهداف في مجتمعنا نتكلم عن الوظيفة. نعم. عن الدراسة. الزواج كذلك يجب أن تكون له أهداف، والعقل الإنساني يعمل بالأهداف. فإذا خاض الرجل والمرأة على سبيل المثال علاقة زوجية وأهدافهم اختلفت، فإن كان هدف المرأة الأسرة وبالدرجة الأولى وهدفها بالدرجة الثانية الاهتمام العاطفي، وكان الهدف الأول بالنسبة للرجل الاهتمام العاطفي والاهتمام في الأسرة بهدف ثاني، يصبح التواصل ما بينهم ضعيف. هم كلاهم يحاول يحقق الطلب للطرف الثاني بس بالدرجة الثانية، وهذا الخلاف تجده يتواصلون معاه في طول حوارهم. صحيح. طول حوارهم إن امتد أشهر، فيسبب إلى ظهور مشاعر سلبية، والمشاعر السلبية طبعا تقود الإنسان إلى أخذ موقف. المشكلة الرئيسية التي وجدتها في المجتمع العربي أن الخلاف ما يكون على السلوك ولا القناعة، على السلوك ولا العادات. الخلاف دائما يتحول إلى خلاف شخصي ندي، فيعتقد كل طرف أن الطرف الثاني يتعمد على التقصير أو ويتعمد إيذاءه. نعم. فلما يتحول من خلاف على موقف أو سلوك أو طبع إلى خلاف شخصي تبدأ العلاقة في الانقياد إلى الطريق المسدود. صحيح. يعني دكتور الكلام وايد حلو، وودنا نعطي يعني خلينا نوضح الصورة أكثر للناس اللي قاعد يتابعونا الآن. الشخص الحين اللي قاعد يتابعنا وهو مقدم على الزواج، وحتى البنت إن شاء الله اللي قاعد تتابعنا ومقدمة على الزواج الآن، يعني في حالة أن تقدم لها شخص ويا البيت عندهم، شنو الطريقة الصحيحة؟ يعني إحنا قاعد نتكلم عن الأهداف، خلينا نتكلم شويه بالواقع اللي موجود، شنو ممكن يطرحون من افكار بالنسبه للبنت وبالنسبه للرجل نفسه والولد نفسه وبالنسبه للاهل؟ هل لازم يعطونهم مجال يعني فتره الخطوبه اذا كانت موجوده عشان يفهمون بعض اكثر؟ لان عندنا بعض الزيجات تكون عن طريق الاهل. حتى الزيجات اللي ما تاتي عن طريق الاهل. نعم. اللي تاتي بعلاقه شخصيه ما تعالج جزئيه الاتفاق على تفاصيل كثيره، تركز على الجانب العاطفي، وبما أن العلاقة غير معلنة فالجانب العاطفي غير مشبع، ويبقى سنوات العلاقة إن بقت سنوات ظل سنوات في انتظار الإشباع العاطفي. صحيح. وما يطالعون باقي الأساسيات للعلاقة. فسواء كانت علاقة تحولت إلى زواج أو كان زواج عائلي تقليدي،
في كلا الحالتين هم ما يتفقوا على تفاصيل كثيره. الاصل او ما يسمح له العرف الان اطاله مده الاتصال، اطاله مده التحاور حتى لو كان في وجود أحد داخل الأحد. نعم في حيز الاسره يعني. نعم. ثم ان المشكله الاولى في الحقيقه اذا نرجع خطوه لورا، المشكله ان كل طرف شنو يبي، شنو محتاج، ليش يبي يتزوج. هذا السؤال الشخصي يقوده بعد ذلك الى التفكير بصوت عالي. انا ابي اتزوج عشان الاولاد، انا ابي اسس اسره، انا افضل الاستقلال، انا ابي اهتمام عاطفي شخصي. من هنا يبتدي الاتفاق على التفاصيل فيما بينهم، وبعد تحديد هدف والاتفاق بجدية على أن الهدف هذا هو الهدف المباشر في نفس الوقت للطرفين، ممكن اعتبار الهدف الثاني والثالث يأتي بالتدريج. لكل هدف طبعا سلوك مختلف وتعامل مختلف، فممكن يتكلم الزوج في على الاهتمام العاطفي، وتتكلم الزوجة على رعاية الأسرة وتوفير احتياج البيت. ما تعتقد أن السبب يعود إلى ثقافة المجتمع العربي، كون أن الرجل ما يعامل زوجته يعني مثل ما يعامل حبيبته؟ يعني شلون مثلا لو تكون هي حبيبته قبل الزواج يعاملها معاملة ثانية بعد أن أصبحت زوجته، كثقافة مجتمع عربي؟ المجتمع العربي يعني سابقا وحديثا يختلف. صحيح. حديثا متأثر في الإعلام، متأثر في طرح التلفزيون، الأفلام، المسلسلات. صحيح. تقدم الكثير من القيم الجديدة علينا. القيم هذه تصنع احتياجات جديدة عند المرأة والرجل. العرف السائد في السابق المجتمع العربي الاحتياجات الأساسية تكوين. صحيح. الأسرة لأجل الأسرة. صحيح. أما الآن متطلبات المرأة اختلفت. صحيح. فبالتأكيد أنا أوافقك الرأي أن المجتمع العربي لا في تقليده السابق. نعم. لا يغطي احتياجات المرأة والرجل الآن. صحيح. وزيادة التوافق أو الآن زيادة العرف العربي إضافة أعراف جديدة لا أصبح شيء ملزم للمجتمع. ليش؟ صحيح. لأن نحن نتأثر اليوم في الصورة بشكل كبير، وإذا وجدنا أي مكتسب نشوفه في مسلسل أو برنامج أجنبي يضيف لهذا احتياج شخصي جديد أعكسه على علاقتي. نعم. الزوجية. صحيح. أو حتى تركي يعني أو حتى تركي. نعم. يعني قمنا نشوف أشياء جديدة دخلت. نعم. ولكن يعني لابد أن يفهمون يعني من ناحية الرجل وحتى المرأة أن في أشياء مبالغ فيها بالشاشة، يعني ما تنطبق في الواقع، قد تكون جزء منها واقع بس هذا مو واقع، مو هذا الواقع الحقيقي. وقد يكون رد على سؤال أو اللي طرحته أختي ليالي أنه هو الشخص بعد ما يتملك المرأة خلاص يعني. نعم. تغير الموضوع وحس ملل. نعم. يعني يفقد قيمة الشيء بعد أن يحصل على شيء يفقد قيمته. هو الحصول على الشيء، حصول انا عادة اناقش كثير من الاخوان الحصول التملك شنو، هذه عقيدة التملك الموجودة في مجتمعنا يمكن تصنف كثير من الالفاظ الدينية وكل كثير من الالفاظ العرفية المصطلحات انها هي احقية الرجل في المرأة، احقية المرأة في الرجل. وانا اعتقد ان هني في مشكلة حقيقية. العلاقة بين المرأة والرجل، وانا ممن يؤيد هذا الكلام، هي علاقة تعاقد وليست علاقة ملكية. إذا نظر لكل طرف من الطرفين أنه لا يتملك الطرف الآخر، أو على الأقل يتملك القدر اللي يسمح للطرف الآخر بالتملك، مو حق مكتسب هو التملك المطلق. حقه؟ البعض يقول حقي أنا يعني مرتي فحقي. التملك سلطة مطلقة. صحيح. والسلطة المطلقة تلقي سلطة قرار الآخر وتلقي حقيته في اختيار أشياء كثيرة، منها أشياء بسيطة، الخروج، زيارة الأهل، القيام بواجبات الاجتماعية، اختيار الأهداف، العمل، الوظيفة، كل هذه كلها بالحالة تدخل تندرج ضمن فكرة الملكية الشخصية وتلغى. وبالتالي نقول بصوت عالي إذا كان الرجل يمتلك هذا الحق المكتسب في الملكية، فما بال الاحتياجات الأخرى الغير عادية التقليدية الغير عرفية اللي عند المرأة، شلون حيلبيها؟ وإن لم يفكر في تلبيتها فيدخل في مشكلة هي أكبر من كذا، من هذا شعورها بالظلم، شعورها بأنها. صحيح. أقل من غيرها، عدم المساواة مع المجتمع. فأنت أعتقد العلاقة إن صبغت بشكل تعاقدي أصبحت أكثر مثالية وأكثر أماناً وممكن. نعم. تستمر وتستقر إلى باقي عمرهم. صحيح. دكتور ناصر احنا مكملين حوارنا معك، ولكن أستأذنك في هذا الفاصل، عندنا فاصل وراجع لكم إن شاء الله. كيف
عملتها؟ برمت الدنيا كلها لجبت أحسن مكونات، جبت أطيب وصفة وطبختهم وعملتهم شوربة. بعرف حدا بيعملها بنفس الطريقة. دايما لمستك بتعمل فرق. نور لتشرق مائدتك بالخيرات. متعي بشرتك يوم بعد يوم بسائل الاستحمام من لوكس، وخليها تعيش احساس النعومه اكثر واكثر واكثر. شوفي حالك بنعومه بشرتك مع سائل الاستحمام من لوكس. مبروك سيارة جديدة ومميزة، عليك فقط أن ترسل كلمة راي بالعربية أو الإنجليزية على الرقم التالي. أرسل الآن وادخل السحب على رينو ميغان جديدة كليا، ولكل مشترك بالسحب هدية أسبوع مجاني في خدمة الراي الإخبارية. مبروك. في هذا العالم هناك نوعان من الأشخاص، هناك من يخسر وهناك من يربح كل شيء. اشترك الآن ولا تقبل إلا بالربح. تراي، أرسل كلمة تراي بالعربية أو الإنجليزية على الأرقام التالية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومستمرين معاكم في موضوع انعاش الحياه الزوجيه مع الدكتور ناصر الفريح. وقبل الفاصل تكلمنا وتشعبنا في الكثير من المواضيع، ولكن انا راح اخذك الى موضوع اخر، وهو يعني الحب الخيالي، الحب عن طريق خلينا نقول الحياه الرومانسيه. نعم. تجد البنت مثلا تيلك او الشاب من 13 سنه تقول انا احبه لغايه ما تزوجوا. ما ادري، انا شفت الحين 12 و13 يحبون ما شاء الله لغايه ما تزوجت، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، رصيد عالي، رصيد عالي. وبعد ما يتزوجون 6 أشهر، سنة، تطلقوا. نعم. طيب يعني هالفترة هذه دكتور ما كانت كافية لدراسة يعني الواحد منهم الآخر، ولا خلصوا الحب مبكر؟ لا، هو العلاقة اليوم العاطفية، نعم، أو بما يسمى الحب في مجتمعنا، هو مو علاقة كاملة، هي علاقة جزئية لا تحقق أدنى الإشباع العاطفي، لأنها علاقة سرية. نعم. غير المجتمع الغربي اللي يعيشون مع بعض يعني. فهذه العلاقة تركز أول شيء أصحابها يكون شخصيات حالمة، شخصيات عاطفية، فيظل سنوات طويلة يبحث عن الإشباع العاطفي، والعلاقة لأنها غير كاملة ما فيها إشباع عاطفي. أول ما يبدأ في يحقق الإشباع العاطفي لمدة أشهر، يبدأ ينطلق من داخل الشخص أهداف أخرى، أو تنطفئ الحاجة العاطفية، فما في احتياجات أخرى. إن تفاجأ إن ما في داخل احتياجات أخرى، تتحول العلاقة إلى علاقة مملة، علاقة باردة. نعم. علشان كذي دكتور تتغير لغة الإعجاب والغزل إلى لغة النقد. نعم، هذا إذا ما في أهداف أخرى. أما إذا كان في أهداف أخرى لا يعرفها هو طبعا، ويناقشها مع نفسه طول السنوات منشغل في احتياج العاطفي، يبقى هو يمكن احتياجه يكون تأسيس اهتمام في الإنجاب وإنشاء أطفال وإنشاء جيل، أو اهتمام في جانب تربوي، وتبقى الزوجة مثلا عندها اهتمامات عاطفية لم تشبع عاطفيا، ينشأ الخلاف، ويتحول خلاف إلى خلاف شخصي، لأن اللي يرتبطون بارتباط عاطفي ما يعملون حساب استقلالي الشخصيات، فشخصياتهم لأنها غير مستقلة تتداخل الميانة إلى الحد أنه ممكن يجرحون في بعض. صحيح. وأول ما يصل الإنسان إلى حد الهجوم الشخصي لا الخلاف على السلوك، تبدأ الخلاف يتحول إلى خلاف تجريح، ثم بعد ذلك ينقلب الحب إلى عداء. نعم. وبالتالي يعني بالتالي العلاقة العاطفية الغير مكتملة بالإشباعات لا تدل على، لا يعني مو بالضرورة تؤدي إلى النجاح. صحيح. وساعات الواحد يكون يعني مثل ما يقال أنه في غشاوة أمام عينه، بعد ما يوصل لشيء اللي يبيه يكتشف أشياء جديدة، وتبدأ الأمور اللي موجودة في داخله. والمشكلة في بعض دكتور أنه في بداية الزواج يبدأ كل واحد يبين نفسه مثالي أمام. صحيح. المرأة، والمرأة كذلك تبين نفسها مثالية أمام الرجل. هذه المثالية اللي لابد تكون يعني أتخيل لابد تتلاشى قبل الزواج، قبل لا يعرفون. فرأيك دكتور المثالية
متى يظهر الإنسان مثاليته على الشخصية؟ لما يهتم في المظهر، المظهر مرتبط عادة في المشاعر. الرجل يمشي في السوق أو مرة تمشي في السوق تهتم في هيئتها، هي تهتم في مثالية شخصيتها عن طريق المظهر، فهو اهتمامه في مثاليته ومشاعره وكلامه يسبق في العلاقة العاطفية، يكون يعني هو مصدر تركيزه الدائم قبل الزواج. بعد تحقق الإشباع العاطفي تختفي الحاجة، يعني تقل الحاجة لإظهار ملامح المثالية في الشخصية، وتبدأ ويخرج متطلبات أخرى، الاهتمام الآخر، القيام بواجبات المنزلية، التركيز على السلطة الشخصية، البحث عن الالتزام والتبعية. في كثير من القيم في مجتمعنا، يعني معقدة تركيب القيم في مجتمعنا، تختلف قبل بعد الزواج. بعد الزواج يبحث الإنسان عن سلطة الهيمنة الأسرية، والمرأة تبحث عن إشباعاتها الشخصية، فطبعا هذا يؤدي لصدام لخلاف احتياجاتهم. صحيح دكتور، بس هذا ياخذني لسؤال، ان هل نحن احنا بحاجات لدورات خاصه للمتزوجين قبل الزواج او اثناء الزواج لانعاش هذه يعني انعاش الحياه الزوجيه؟ هو الاحتياجات في الحقيقه مو للنعاش، يفترض او يفضل الدورات تكون قبل الارتباط، لان بعد الارتباط قد تنفع الدورات، لكن منفع دفع الدورات يكون محدود، لأن المرأة مثلا إن لجأت إلى دورة بعد نشوء خلاف وامتداد الخلاف مدة زمنية طويلة، يتحول الشعور الترابط والتوافق مع الزوج إلى شعور غبن وظلم. صحيح. وعداء شخصي. في هذا الوضع استفادتها من الدورة ضعيفة أو قليلة. أما إذا هي لجأت إلى دورة تفقهها في احتياجاتها الشخصية واحتياجات الطرف الآخر قبل الزواج، بالتأكيد تؤسس علاقة زوجية أفضل من إنعاش علاقة زوجية. ما يلاحظ في مجتمعاتنا بصراحة، وهذا يحسب للمرأة، إقبالها على الدورات لأجل الحفاظ على الأسرة. صحيح. وعدم إقبال الرجل ومع الأسف للدورات، وربما تعددت الأسباب، لكني أنا لا أتفق مع كثير من رجالنا بعدم احتياجهم للمساعدة. يكابرون دكتور في بعض الأحيان، يكابرون يعني، وحتى إن كان مخطئ يكابر في هذا الموضوع. ولكن أنا ودي أرجع مرة ثانية لنقطة يعني كتابة أو العقد اللي يتم بينهم، يعني وذكر الأشياء اللي المفروض هو يحتاجها والأشياء اللي هي تحتاجها. يعني خلنا ندخل في موضوع يعني احتياجات الرجل من ناحية المرأة للبيت، يعني مهامها في البيت دكتور. يعني البعض من النساء يختلفون في الكثير من الأشياء من هذه، يقولك والله مو وظيفتي أني أنا أطبخ ولا أغسل ولا هذا، وهذا خلنا نقول صحيح، ولكن دورها في تربية الأبناء هذا ضروري جدا. يعني ما يصير تيب خدامتين ثلاثة للأطفال وتترك، يعني هل هو متزوج يتزوج الخادمة أفضل ما يتزوج المرأة؟ وهو هنا نرجع للتنشئة الأسرية والقناعات الشخصية لكل الطرفين. احنا نرجع للاتفاق المبدئي بينهم على أهمية العلاقة الشخصية بينهم في درجة أولى، وأهمية الواجبات الأسرية. نقول إذا كانت المرأة تهتم في العلاقة العاطفية فيما بينها وبين الرجل بالدرجة الأولى، وتهتم في باقي الواجبات في البيت بالدرجة الثانية، هتختلف مع الزوج اللي يفكر في واجباته المنزلية ولا يهتم في الجانب العاطفي، والحوار يكون حوار متناقض، هي تتكلم عن احتياجات وهو يتكلم عن احتياجات، فلا ينصت أي منهم بعض للثاني. ليش؟ لأنه هو قاعد يتكلم عن واجباتها واللي يبيها، أهدافها الشخصية من الأسرة، وهي تتكلم عن أهدافها اهتمام العاطفي. الاتفاق المسبق قبل لا يصير الخلاف إلى حد ما يسمعون لبعض يسهل هذه المشكلة. ممكن يوافقون فيما بينهم بالاتفاق على الواجبات. في ناس ما يحبون الخدمة في البيت. صحيح. فبالتالي ربما هي تجدها من واجبات الزوج توفير خدمة في البيت، وتفرغها هي له أحد واجباتها. ويمكن هذا الخلاف يعني لا يناقش بينهم. هي تبي تهتم فيه مباشرة وتتفرغ له، وهو يرى أن هذا مو مهم بالنسبة له. ويبيها تهتم أكثر في البيت. شنو الحل لهذا الخلاف دكتور؟ الاتفاق على كما قلت، الاتفاق على أهداف العلاقة بالدرجة الأولى، العلاقة بسبب الأولاد، العلاقة بسبب تكوين أسرة، العلاقة بسبب استقلال عن البيت. يمكن زوجة تطلع من بيت أهلها ما تبي، مو كان هدفها عاطفي. نعم. لا بيت أهلها هي يمكن كان سببها الأول للزواج الخروج من بيت الأسرة، استقلال عن والدينها، ثم العلاقة العاطفية، الاتفاق على الهدف، ثم الاتفاق بعد ذاك على تفاصيل الهدف. العلاقة العاطفية يعيشون العلاقة العاطفية، الرجل يرى العلاقة العاطفية الاهتمام وتوفير احتياجات الأسرة، وهي ترى العلاقة العاطفية التعبير اللفظي المباشر.
فعدم الاتفاق طبعا يوصل العلاقة إلى طريق مسدود. صحيح. ليش يصير صعب الاتفاق بعد استمرار الخلاف فترة طويلة؟ لأن الخلاف يصبح أداء شخصي ويتراكم وما يقبل أي طرف منهم حتى الإنصات لاحتياج الطرف الآخر. طيب الحين خلينا نتكلم في الحلول، خلينا نرجع المياه إلى مجاريها. نعم. الحين اللي قاعد يتابعون الحين وزعلان مع مرته، وكل ما ركب سيارة ما يطالعها كل شيء، طالع يسار وهي طالع يمين. أي نعم. وما يدري أصلا ساعات إنه مع مرته. إنزين شلون يرد مرة ثانية يغازلها من أول جديد، يكشخ يطير الكرش اللي كان اللي عنده الحين. نعم. يهتم في مظهره. نعم. يهتم طبعا هو ليش متى يصل الرجل الى حد انه ما يهتم في شكله؟ هذا انا اقول للمرأة هذا الدليل على ان الرجل يعاني من ضغوطات شخصيه. صحيح. عدم توافقه مع زوجته، عدم ارتياحه في بيته، عدم توافر وسبل الراحه في البيت، عدم توافر الاهتمام الشخصي، هروبه من الناقد. صحيح. والاعتراض، هذا يجعل الرجل يتوقف على الاهتمام في نفسه. الاصل انا اقول دائما الإنسان عندما يخوض علاقة من هالنوع يجب أن يهتم في الطرف الآخر، فاللي يبي علاقة عاطفية يجب أن يبادره في العاطفة. صحيح. حتى لو بعد فترة دكتور، يعني الحين دخل عليهم الملل والخوف إنه يكشخ وتقول له ها عندك شيء، ولا طبنا ولا غدا الشر، احنا كنا مشكلة طحنا بمشكلة ثانية. لا بس المرأة ما يهمها شكل الريال كثر ما يهمها مشاعره وكلامه، لأن المرأة بطبيعتها سمعية، تحب الكلام الحلو، تحب العاطفة، ما يهمها شكل الريال. يعني بدليل أن يعني الريال دائما نقول أنه ما يعيب إلا جيبه، يعني الريال ما يعني لما تقبل واحدة على الزواج ما يهمها شكله كثر ما يهمها شخصيته. نعم. المرأة في بعض الأحيان قد تبحث عن جانب الأبوة في الرجل. صحيح. صحيح. نعم، تبحث عن جانب الأبوة، البحوث قالت الأبوة والأمومة في الرجل. الأبو يزف زين، الأبو يطق زين. لا الأبوة قصدي الجانب الدفء يعني الأبوي. صحيح. لأن الأب هو الذي يوفر الشعور بالأمان. صحيح. والانتماء، والرجل قادر على تعديد أنواع توفير احتياجاتها. فهو الاهتمام في العلاقة، يعني إذا طلب أحد، أقول هذه رسالة موجهة لكل متزوج، إن إذا كان عندك حاجة للطرف الثاني بادر أنت بتقديم نفس الحاجة. إذا بحثت عن عاطفة قدم العاطفة، وإن قدمت العاطفة وإن بحثت المرأة عاطفة قدمي أنت العاطفة. صحيح. فلكن المشكلة أن يقول أنا قدمت حاولت ولم يبادر، لم يبادر. نعم. أقول إن إذا كانت شخصيته أو بيته لم تسمح له أو ما تعلم منها طريقة التعبير العاطفي، يجب أن تصبر شوي على المبادرة وتستمر فيها. صحيح. ثم أن لمن يقدم العاطفة يجب أن يستمتع فيما يقدم، لأنه في الحقيقة يقدم شخصيته، وأي شخص يقدم عاطفة في شخصيته يستمتع فيها بالدرجة الأولى، واستمتاع في عاطفته حتسمح له أن يستمر في تقديم العاطفة فترة طويلة دون أن ينتظر رد فعل سريع. نعم. والشخص اللي تأثر في العاطفة على المدى البعيد حيتأثر من المجتمع وحيتعلم كيف يعني يبادرها في العاطفة، لكن دائما الشكوى أنه هو حاولت وماك فايدة، تنتظر الرد المباشر. يمكن هو ما يمتلك هذه المهارة. صحيح. ما يمتلك اللغة المناسبة، يمتلك المفردات المناسبة. ليش ينجح الزواج أو ليش الرجل عندنا يلجأ إلى زواج من أخ من مرأة عربية مثلا أو مرأة أجنبية؟ لأن هي تمتلك داتا معلومات ومفردات أفضل من بيئته الشخصية، فيتأثر فيها بالدرجة الأولى. لماذا ما تتوقف هي عن تقديم المشاعر؟ لأنها تقدم شخصيتها. نعم. ومع مرور الزمن يجاريها هو. جديد دكتور قاعد تشجع على الزواج من الغرب. اي نعم. وبناتنا قاعد يطالبون الحين لا حرام. أبرر السبب. نعم. لا ما في شيء في الدنيا بدون سبب. صحيح. فالتأثر من المعاملة الشخصية هو السبب اللي يخليه يقبل على الزواج. حتى طبعا في خلافات، وانا ادري ان هناك مشاكل لاحقا بعد ذلك، لكن اقول اذا كان الهدف المباشر هو الاشباع العاطفي والاشباع العاطفي اللفظي، ووجد امرأة توفر له هذا الإشباع العاطفي اللفظي، يتأثر فيها، تشتكي المرأة عندنا تقول والله لا هو معاه يعرف يعبر، معاي أنا ما أعرف يتكلم، هو يتعبر معاه لأنه تأثر فيها. صحيح. فبالتالي من يبادر، إن كانت المرأة عندنا تلجأ إلى التدريب وإلى برامج تدريبية باستطاعتها المبادرة. صحيح. تتعلم كيف تعبر وتقوم بالمبادرة. صحيح. والتغلب على ضعف العلاقة الزوجية. وإحنا شاكرين لك مبادرتك وجيتك عندنا اليوم دكتور، ومشكور وما قصرت، وإن شاء الله كثير من مشاهدينا استفادوا اليوم من معلومات الدكتور. إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور على وجودك معنا، والساعة المباركة، وإن شاء الله الناس اللي قاعد يتابعونا الآن الرجل يستفيد، بادر
والمرأة تبي تسمع كلام طيب، وأيضا الكلام عليك أنت يا المرأة أيضا. فخلكم معانا مشاهدين الكرام، مستمرين معاكم لكن بعد الفاصل راح نرجع لكم في التوعية ضد آفة المخدرات وجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أخوي سالم الخضر وأيضا ضيف الكريم المقدم محمد هزيم. بعد الفاصل انتظرونا.